تفضل. ميرسي. تفضل. تشيك. عايزه اقول لك على حاجه مهمه قوي قبل الممرضه ما تيجي وتقعد معانا، وما اعرفش اكلمك ولا كلمه. طنط دريه هتتجوز تاني واحد اصغر منها بكتير، وانا مش عارفه مصيري هيكون ايه. اهلا وسهلا مدام نهى، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، ميرسي قوي. نهى طبعا انتي عارفاها، استاذ توفيق اخوها كان مسافر بره ولسه راجع. تسمعها بس اثناء الضغط. طبعا اتفضلي. انت تقبلي يا فايزه ان ابنك يتربى في بيت ضرتك؟ اعملوا اللي انتوا عايزينه، انا تعبانه، انا مش حمل منها. فايزه يلا عشان ما نتاخرش، من فضلك يا انشراح ادي طارق لمدام منال. وهي فاضيانه ان شاء الله ولا هتسيبه مع الشغالين؟ انا هجيب له احسن مربيه، مش هبخل عليه بحاجه. انت هتعايريني ان احنا ناس على قدنا وانتوا ولاد زوات، ان انت تقدري تجيبي له مربيه لكن انا ما اقدرش. من فضلك انا مش بعايرك ولا حاجه، الولد لازم يقعد في بيت ابوه لغايه امه ما تخف ان شاء الله وترجع بالسلامه. يلا يا حبيبي، يلا يا طارق، اشوف وشك بخير يا فايزه. طارق يا حبيبي خلي بالك من نفسك، ما تزعلش ماما منال، ماما منال بتحبك وهتجيب لك كل حاجة، هتجيب لك شوكولاتة ولعب، توحشني يا ماما. شكرا شكرا، خلي بالك من طارق. فعلي ترجع بالسلامة. شوف وشك. اللي هي بتعمله ده وكتر الف غيرها كمان. شكرين قوي يا انشراح، شكرين. باين كده سناره غمزت. سناره؟ سناره ايه؟ بصراحه البنت زي القمر. هي مين دي؟ هند. طب انا عايز اعرف هم ليه اهلها معادنا في المستشفى مع اني شايف انها انسانه طبيعيه جدا؟ عشان ملهاش اهل. يعني ايه ملهاش اهل؟ ملهاش غير دريه هاني مرات ابوها الله يرحمه. طب هي ما تقعدش معاها ليه؟ هي فاضيالها، دي ست مزواجه، قال بعد ما طلعت من اكل فؤاد رايحه تتجوز واحد اصغر منها في السن. الله، هو انت ما سمعتش ولا ايه؟ ايوه بس ما فهمتش. يعني دي تعتبر ليها بالظبط الجواز الثالثه. طب هي كانت خايفه قوي كده ليه ممرضه لما كانت بتقولك الكلمتين دول؟ مش عارفه، يمكن قالها ما تقوليش لحد وما تتكلميش مع حد. وانت ايه دخلك من الموضوع؟ صحيح، وانا مالي من الموضوع؟ انا مالي؟ ايه اللي حجرني؟ ماما خمسة
نهار. عامله ايه يا حبيبتي؟ وحشتيني قوي. انت اللي وحشتيني قوي. هو الجواز ياخد البنت من امها بالشكل ده؟ معلش يا ماما، اصل الدكتور سيد جوزي مشاغله كتير، وطول النهار شاغلني معايا في حفلات وعزايم وضيوف. انا عايزاكي متهنيه ببيتك ومع جوزك، بس وحشتيني. وحشتيني يا كوثر، وحشتيني يا دلائي، وحشتيني. اعمل ايه بس؟ طول النهار والليل وانا قاعده هنا على الكنب، حاطه ايدي على خدي وعماله اسح من عينيا على الوكسه اللي اتوكسها اخوكي، باع كل اللي حيلته عشان يصرف على السفيره عزيزه مراته فايزه. وكان هيعمل ايه بس يا ماما؟ ما هو ما كانش في حاجه قدامه غير كده. اه، بمناسبه البيع والشراء ده، انا كنت جايه اكلمك في موضوع كده، وكنت عايزه اخد رايك. موضوع؟ موضوع ايه؟ اتكلمي. اصل الدكتور سيد جوزي كان عايز يخش شريك في مستشفى استثماري مع دكاتره اصحابه. وماله؟ دي المستشفيات دي بتكسب كويس قوي. بس للاسف ما عندوش راس مال كفايه. بقى الدكتور الصفتي الكبير ما عندوش فلوس يديها لابنه يشتغل. يا ماما حمايه ما عندوش فلوس زي ما انت متخيله، ده يا دوبك اللي جاي على قد اللي رايح، كلها مظاهر فرغ. عارفه، عامل زي عمي بهجت بالظبط، مربي ولاده احسن تربيه، وخصوصا بقى بنته منال. يا سلام، ده كفايه وقفتها معانا، ده كفايه ان هي اللي بتدير المصنع، ده لولا احنا كنا لوسنا. اهو الموضوع يا ماما اللي انا جايه لك فيه يخص منال. انا شايفه ان احنا نبيع لها نصيبنا في المصنع زي ما اخويا عبد القادر ما عمل. ها؟ نبيع نصيبنا في المصنع ونعيش منين؟ ما هي المستشفى الاستثماري اللي بقول لك عليها دي بتكسب كتير. ده ايه الحلاوه دي؟ انت جايه تبيعينا نصيبنا في المصنع عشان تدي ياخد الفلوس لجوزك؟ طب وفيها ايه بس يا ماما؟ هي مش الست برضو لازم تساعد جوزها؟ ما حضرتك قلتيلي ان انتي ساعدتي بابا في بداية حياته، وطنط مشيرة كمان، ما هي ساعدت عم بهجت لغاية ما وصل اللي هو فيه، ولسه بتساعده لغاية دلوقتي. يا وكستك، يا وكستك في ولادك يا امتثال. عايزين تبيعوني المصنع حتة حتة، يعني لو كان ابوكوا عايش يا ولاد كنتوا هتعملوا كده برضو؟ ما تيجي تشوفني يا حاج، تعال شوفني ولادك بيعملوا فيا ايه من بعدك. يا ناس حشوني يا ناس، معقول يا ربي انا عملت ايه في دنيتي عشان ولادي يعملوا فيا ده كله؟ ايه يا ماما بس في ايه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ما احنا كنا ناويين نكتب حصه في المستشفى باسمك. انت بتقولي ايه؟ يعني انت فاكره ان احنا كنا هناخد فلوسك ونكتب المستشفى باسمنا احنا؟ طب بس مين اللي هيشتري مننا؟ انا اقول. انا جيت اطمن عليك، اصل الدكتور سيد جودي قال لي ان خلاص معادك قرب. والله تعبانه اخر تعب يا كوثر. هنا هنم؟ هنم ده ايه؟ انت هتعملي تكليف بينا ولا ايه؟ ده احنا اخوات. واحنا صحيح ما بنشوفش بعض كتير، انما يعني الود موجود والحمد لله. اهلا 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 يا كوثر. اهلا اهلا وسهلا، اتفضلي اتفضلي. بالراحة يا حبيبتي. ايوه اقعدي على مهلك. مش عارفه اشكر في جوزك ازاي، الحقيقه كله ذوق واخلاق ومهتم بنوها جدا وكل الناس بتشكر فيه. ده كله من ذوقك يا طنط، ان شاء الله نفرح بالمولوده الجديده وتكون بنت وتسموها كوثر على اسمي. ان شاء الله. ازاي ماما؟ الحمد لله. تحبي تشربي ايه؟ لا هو انا جايه اتعبكم؟ لا لا انا مش عايزه حاجه. بس يا طنط انا بس كنت طالبه خدمه كده يعني. قوي قوي، اتفضلي تحت امرك. حاضر حاضر. اهلا يا مدام. ازيك المحيط؟ ازاي حضرتك؟ تمام حبيبي فاروق. يا روحي بحبك قوي. يلا اقعد زي الباشا كده عشان هجيب لك لعبك حالا، بس كل دلوقتي الشوكولاته دي. ها؟ الو. ايوه يا مامي. ازيك يا حبيبتي؟ وزي بابي ونهى ورشا وتوفيق وجلال كلكم كويسين؟ طب الحمد لله. عايزاني ضروري؟ لا يا مامي دلوقتي ما اقدرش اجي، هجيلك بكره ان شاء الله قبل ما اروح المصنع. لا يا حبيبتي انا دلوقتي ما اقدرش اجيلك، اصل عندي ضيوف مهمين قوي،
عندي ضيف حلو قوي، لو شفتيه هتحبيه. اشتريتي نصيب عبد القادر في المصنع واحنا ما نعرفش؟ طب جبتي الفلوس منين؟ جبتي الفلوس دي كلها منين؟ ما انا يا مامي هقولك على كل حاجه. الحقيقه اصل بابي باع كام فدان يعني واداني تمنهم. ايه؟ ابوكي باع الارض من غير ما يقولي؟ طب ازاي؟ انت ازاي تخليه يعمل حاجه زي دي؟ انت ما بتفكريش غير في نفسك وبس؟ ما فكرتيش في اخواتك؟ ما فكرتيش في مصلحتي ومصلحه ابوكي؟ يا مامي ده كان موقف انساني، عبد القادر كان محتاج فلوس عشان يعالج مراته، فانا اضطريت اشتري نصيبه من المصنع، ده كل الموضوع. عشان كده بقى طمعوا فينا، والست كوثر جايه تكلمني عشان اتوسط عندك تشتري نصيبها ونصيب امها. ما هو جوزها عايز يعمل مستشفى استثماري وهم عايزين يشاركوا فيها. وساعتها هيبقى المصنع كله بتاعي. فاكرنا يا ما هنا يا ما هناك، والفلوس عندنا بالكوم، يجوا يشوفوا حالنا بقى ازاي. انا عرفت يا مامي ان حضرتك اشتغلتي مترجمه عشان تساعدي بابي. ولما انت عارفه كده طمعتيهم فينا ليه؟ عايزين يورطوكي تشتري مصنع خرده ما بيجيبش حاجه. لا يا مامي، ده المصنع بيجيب كتير قوي، من ساعه انا ما مسكته ارباحه زادت جدا. والله؟ طب وعايزاني بقى ارد على الست كوثر اقول لها ايه؟ انا مش عارفه هي جت لحضرتك ليه، ما جاتليش ليه انا على طول. عايزه تعرف موقفنا المالي شكله ايه؟ هو مين اللي بيدفع؟ مش ابوكي؟ الله يرحمه جدكم، جايبوا شيء عشان يعمل لكم ارض وعزوه، وانتوا جايين تهدوا كل حاجه. هي فين العزوه دي يا مامي؟ ما خلاص كل شيء راح، بدل الارض اللي ما بتجيبلناش اي حاجه، احنا بفلوسها نشتري حاجه مفيده. فلوسها دي ايه؟ عايزين نبيعها بتراب الفلوس؟ ونبيعها ليه؟ وعشان خاطر مين؟ عشان الست منال تشتري مصنع النسيج؟ طول عمرك طماعة وبتعبدي الفلوس. يا مامي أنا مش هاخد أكتر من نصيبي. نصيبك ده إيه؟ هو خلاص؟ أبوك يوزع التركة وهو عايش؟ ما قسمش التركة ولا حاجة يا مامي، ربنا يديله طولة العمر، بس أنا ليا نصيب في الأرض زي إخواتي بالظبط، وأنا عارفة نصيبي كويس يا مامي مش هتعداه. مامي ما تفهمينيش غلط يا مامي، أنا بنقذ موقف بدليل اني جبت طارق ابن عبد القادر يقعد معايا في البيت لغايه مامته ما ترجع بالسلامه. بتقولي ايه؟ جبتي ابن مراته يقعد معاكي في البيت؟ ايوه يا ماما، امال هسيبه عند صاحبه مامته اللي عندها كبشه عيال ومش من مستواه، مش هتعتني بيه. انت مالك مستواه ولا مش مستواه؟ انت مسؤوله عنه؟ ايوه مسؤوله عنه، مش ابن عبد القادر يبقى كانه ابني بالظبط. وهيبقى عندي المصنع والابن والزوج كمان. هو معقول عبد القادر هيقدر يستغنى عن ابنه؟ ده روحه فيه. ردي عليا يا ست هاني، اقول ايه الكوثر؟ قولي لها يا مامي اني هشتري نصيبها ونصيب مامتها بعد ما بيع نصيبي في الارض. نصيبي يا مامي انا بس، انا حاسباها مش هتعداها. ما تخافيش يا مامي. مامي الحقيني يا مامي، الحقيني يا مامي. الو ست مشيرة، ازيك يا اختي؟ ايه نهى تعبانة وعلى وش ولادة؟ طب يا اختي ما تاخديها وتجري بيها على المستشفى. اكلم لك الدكتور سيد؟ طب ما تكلميه انت. لا لا انا ما اقدرش اكلمه، اصل ممنوع يا حبيبتي. ايوه بنتي منعاني، مش عايزاني اتصل بيه خالص. شفتي يا ست مشيرة، الواحد يربي ويتعب ويسهر الليالي وولاده يستعروا منه قدام جوازهم. طيب يا اختي ربنا يطمنك عليها، وابقي طمنيني. مع السلامه. الف حمد لله على سلامتك يا حبيبتي. الله يسلمك يا مامي، الحمد لله انها جت بنت زي ما اتمنيت. تمام، امال جلال ما جاش ليه؟
هو محدش قال له؟ ما انتي عارفه شغل جلال مع دريه هانم بيخليه يروح مصر كل يوم والتاني، هيعرف منين بقى؟ هيزعل انها جت بنت، اصله كان عاوز ولد. كل اللي يجيبه ربنا كويس، وبعدين دي بنت امور. رشا يا مامي حد قال لها؟ رشا في اليونان مع جوزها في قضيه تحكيم دوليه. يعني لسه ما رجعتش؟ طب وتوفيق؟ ساعة ما جينا المستشفى كان توفيق لسه نايم. اسم الله عليك يا حبيبتي، ما رضيتش اصحيه. وبابي؟ بابي يا مامي فين؟ بابي ما تسالينيش عنه، انا ما اعرفش عنه حاجه. ايه ده يا مامي بقى؟ بقى في حد يزعل من بابي حبيب قلبي؟ طول عمري وانا مستحملاه، عايشه معاه الحلوه والمره، لكن يبيع الارض من ورايا ده كتير قوي. كل شيء وله حدود. ايوه كده، الراجل في البيت حاجة تانية خالص. هو كان زماني انا دلوقتي اللي متشعلقة فوق السلم وبركب في اللمبة. طيب خد اللمبة دي بقى، وهاتي واحدة جديدة. خد الجديدة دي؟ ايوه. تعرف يا جلال الاتنين اللي اتجوزتهم قبلك ما كانوش بيعملوا أي حاجة في البيت، لا الدكتور محسن أبو هاند ولا فؤاد البتنوني. يا ترى رد فعل نوها هيكون ايه؟ ويعرفك زيارتها المستمرة للهند في المستشفى مش مطمناني. ما تحملش هم، انا عاملة حسابي كويس قوي وحجزت لها في مستشفى تانية، وهتتنقل من بكرة الصبح على هناك. يعني نهى بتاعتك دي مش هتعرف عنها اي حاجة. ها اطمنت يا سيدي؟ ساعة ما سبتها في المستشفى من 3-4 ايام وانا مفهمها ان انا بخلص لك شغل في مصر. يا سلام، وماله يا جلال؟ ايه المشكلة يعني؟ ساعتها كانت على وشك الوضع، انا خايف تكون فاجئتها الالام ومحدش معاها. ليه؟ وهي امها مش موجودة؟ واخوها توفيق ما هو قاعد في البيت ليل ونهار، لا شغلة ولا مشغالة، كل دول ما هماش كفاية؟ ايه يا جلال؟ مالك؟ لا ابدا، بس متصور نهى لما تعرف هتتصرف ازاي؟ دي انسانة مش طبيعية وممكن تعمل اي حاجة. هتعمل ايه يعني؟ هتقتلك؟ خلاص اطمن، هعمل لك حجاب وتحويطه. ايه يا عبدانك مبوز كده؟ بقول لك ايه، ما تقعدليش القعده دي، قوم اتصل بمراتك واطمن عليها. قوم. انت شايف كده يعني؟ ايوه. طيب تعالي بس عشان ارد على التليفون. الو، ايوه مين؟ جلال مين؟ جلال الدين حامد جوز طنط دريه الجديد، اكيد عرفت مكاني وبعتها ورايا. ارجوك يا توفيق تخبيني ارجوك. انت بتقولي جلال جوز مين؟ جوز طنط دريه الجديد. ايوه ايوه. لا 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 مش مشغول ولا حاجه. لا مفيش حد معايا. نهى؟ مش عارف، بس انا لسه صاحي وقمت من النوم ما لقيتش اي حد في البيت. يبقى راحوا بقى على المستشفى. طب بقول لك ايه، ما تروح لهم على هناك. طيب مع السلامه. ممكن بقى تقعدي كده وتحكي لي على كل الحكايه بالظبط. انا اسفه يا توفيق اني ازعجتك، بس انا فعلا ماليش حد في الدنيا خالص، ماليش حد خالص. طب اهدي بس، اهدي ما تعيطيش، انت هنا في امان، طول ما انت هنا محدش هيعرف عنك اي حاجه. بقول لك ايه، انت بتقولي بقى من شويه ان جلال جوز دريه هانم، صح ولا انا غلطان؟ هو انت تعرف جلال يا توفيق؟ ما اعرفوش ازاي، جلال الدين حامد مش كده؟ ايوه ايوه هو ده اسمه. مين اللي قالك الكلام ده؟ دريه هانم هي اللي قالت لك انهم اتجوزوا؟ لا، واحد اسمه دكتور رشاد كان عندنا في المستشفى بيشوف حاله، وانتهز فرصه ان مفيش حد غيري انا وهو بس في العنبر، وقال لي على كل حاجه، وقال لي ان طنط دريه زورت في اعلام الوراثه بتاع بابا
واخدت كل حاجه لنفسها، وان انا ما طلعتش بولا حاجه، وقال لي كمان انه ناوي يرفع عليها قضيه ويجيب لي حق بعد ما عرف انها ناويه تنقلني من المستشفى دي وتوديني مستشفى تانية بعيدة خالص. واحدة واحدة عليا، أنا أصلي مش فاهم حاجة، ده أنا كمان لسه صاحي من النوم ومخي مش قادر يستوعب أي حاجة من اللي أنت بتقوليها دي. شوفي الكلام اللي أنت قلتيه ده كله نبقى نتكلم فيه بعدين، أنا اللي يهمني دلوقتي حكاية جواز جلال من مرات أبوكي دي ما توصلش لنهى. ليه يا توفيق؟ وهي نهى مالها بالموضوع ده كله؟ لأن جلال ده يبقى جوزها. جوز مين؟ هو جلال يبقى جوز نهى؟ أيوه، نهى بهجة الأنصاري. إيه؟ جلال يبقى جوز نهى؟ أنا مش قادرة أصدق. والكلام ده مش لازم يوصل لنهى، لأنها لو عرفته ممكن تعمل أي حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي يا ربي. الله، هاتي 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 هاتي. يا سلام، أنا النهاردة أسعد إنسان في الدنيا. ماشي ماشي يا حبيبي، بس اخيرا اخيرا توجنا قصه حبنا بمولود زي القمر. تفتكري بقى نسميها ايه؟ نسميها جميله. من غير ما نسميها، هي فعلا جميله. يا اختي ايه دي؟ دي شمعك. العينين عينيك يا جلال. العينين؟ تصوري فعلا العينين شبهك بالظبط، بس تصوري بقى ان شعرها قصير زيك. الولاد في السن ده كل يوم بيتغيروا. شفت الورد الحلو ده؟ جايبه لك طنط دري. اتفضلي. الف الف مبروك يا نهى. انا اتصلت بالبيت وقالوا اني كنتوا هنا، جيت على طول. ها القمر جاب لنا ايه؟ ولد ولا بنت؟ بنت زي ما كنت عاوزه. تمام. طب انا اصلي لازم ارجع مصر دلوقتي حالا، انا هبقى اتصل بيكي بالتليفون. باي باي. باي 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 يا حياتي. ايه ده؟ هو جوزك اتلبخ ومشي كده ليه؟ ايه عشان جبت بنت يعني؟ طب مالهم البنات؟ ده حتى جمال. خدي هديتي الاموره. ياه، بس ده كتير قوي، مش كفايه الورد؟ الله، دي جميله قوي وغالية كمان. ميرسي خالص، ميرسي قوي. ما يغلاش عليك يا حبيبتي، واحنا عندنا كام نهى؟ انت ما تعرفيش معزتك عندي قد ايه، انت وجلجل، قصدي جلال. الف الف حمد لله على السلامة ليك يا نهى. ما شاء الله، هو ده ولي العهد. زي القمر. ازيك يا نهى، عاملة ايه دلوقتي؟ الحمد لله. انا صحيت من النوم ما لقيتكمش، استنتجت ان كنتوا اكيد هنا. ده حتى جلال اتصل ولسه ماشي. مدام درية، وده توفيق ابني. بقى انت توفيق بقى؟ اهلا يا توفيق. اهلا يا فندم. ايه ده؟ مين دي؟ ارجوك يا ماما وطي صوتك. دي هند بنت جوز طنط دريه، جوزها السابق. مش دي اللي كانت في المستشفى؟ ايوه ماما هي. وايه اللي جابها هنا؟ بعدين يا ماما، بعدين انا هحكي لحضرتك على كل حاجه، بس يا ريت دلوقتي حضرتك تاخديها معاكي فوق علشان تبات. ايه؟ ايوه ماما، ويا ريت كمان لما جلال يجي ما تقوليلوش انها هتقعد معانا. تقعد معانا فين؟ بعدين يا ماما، بعدين هحكي لحضرتك على كل حاجه. ارجوكي دلوقتي عشان خاطري، يا ريت تصحيها وتاخديها معاكي فوق. انا مش فاهم ايه اللي خلاكي رحت النهى المستشفى. احرجتيني، خليتيني في نص هدومي، ما بقتش عارف اعمل ايه ولا اتصرف ازاي. اضطريت اني امشي طبعا. يا خواف، انت بتخافي منها يا بيضه؟ هتبات الليله دي هنا ولا في المستشفى عند مراتك؟ ابات فين بقى؟ ما خلاص قلت لها ان انا نازل مصر. صحيح، انت بعد ما مشيت جه اخويا اللي اسمه توفيق ده، كان متلخبط كده وعمال يبص لي بصات غريبه. الا قام يا جلال، هو ما لقاش
شغل لغايه دلوقتي؟ لا لسه ما لقاش. شفت؟ وانت كان زمانك قاعد زيه كده مش لاقي شغل لولايا انا، علشان تعرف قيمه مراتك. عرفنا قيمتك يا ستي. في حاجه تانية؟ الله، ايه جلجلت؟ ايه جلجله؟ مالك بتعمل كده ليه؟ ولا اللي لقى احبابه ونسى اصحابه؟ طب رد على التليفون. ارد على التليفون؟ الو، اي ايه؟ معقوله هند هربت من المستشفى؟ طب هربت ازاي؟ هدوها من تحت تعطيه الارض. دور عليها يا دكتور. هند هربت ازاي؟ مش مهم ازاي، المهم راحت فين. البنت ملهاش حد غيري انا، لو جرالها حاجه تبقى مصيبه. ازاي ده يحصل؟ الراجل ده جراله ايه؟ اتجنن فعله؟ يتجوز واحده زي دي ليه؟ عشان تعينه مدير اعمالها؟ دي ست ما عندهاش قلب. ازاي تاخد فلوس بنت غلبانه زي هند وترميها في المستشفى؟ دي مجرمه. ما هو الدكتور رشاد وعد انه هيتولى الموضوع. انا اصلي قعدت معاها بعد كده وعرفت منها كل حاجه، وان شاء الله هتكسب القضيه وفلوسها هترجع من تاني. وانت بقى ايه اللي مخليك مهتم بيها قوي كده؟ انا لا ابدا يا ماما، انا بس متعاطف معاها. اصل انا في حياتي كلها ما شفتش بنت برائتها ولا في نقائها. عامله زيي بالظبط، ظلم كتير قوي. بس دي مسؤوليه كبيره علينا، ممكن يتهمونا ان احنا اللي هربناها، ودي مسؤوليه. انا مستعده ماما اتجوزها علشان نقطع لسنة الناس. تتجوز مين؟ انت لسه لقيت شغل عشان تتجوز؟ وكمان عايز تتجوزها بدون علم اهلها؟ ما هي مالهاش اهل، مفيش غير دريه هانم دي. وبعدين بقى دريه هانم دي لو اتكلمت في حقها اي كلمه انا هعرفها شغلها ازاي. ماما انا هنزل دلوقتي اروح دكتور رشاد في المستشفى، هكلمه وهفهمه على كل حاجه واحط ايدي في ايده عشان نخلص البنت المسكينه دي من الظلم اللي وقع عليها. ده الكارت بتاع درية هانم، كارت جلال. طب ايه اللي خلاها تكتب فيه؟ خلاص يا نهى وضبتي كل حاجة؟ ايوه يا مامي خلاص. يلا يا حبيبتي، اوعي تنسي جميلة. ألف ازاي بس يا مامي، دي كل حياتي. ايه ده؟ ده كارت جلال. ايوه يا مامي، كان على الورد بتاع درية هانم. دي قصده بقى تعرفها انها على علاقه بجلال. مسكينه يا نهى، كان مستخبي لك فين ده كله؟ يلا حبيبتي عشان ما نتاخرش، يلا سيبي لي انا بقى جميله جميله. تعالى حبيبي. اسم الله اسم الله اسم الله عليك. اسم الله. ابا يلا بقى يلا. وهي فين دلوقتي؟ فين هند؟ عندنا في البيت. ايوه بس دي مسؤوليه عليكم، لازم تشوفوا لها اوتيل او بنسيون تقعد فيه لغايه ما نشوف حل للمساله دي. اللي تشوفه حضرتك. وان شاء الله لما الامور تهدى شويه هرفع لها قضيه مستعجله بالطعن في اعلام الوراثه ضد مرات ابوها. انا متشكر قوي يا دكتور رشاد، وان شاء الله ربنا يقدرني واعرف اجيب لها حقها. طيب استاذن انا بقى. مع السلامه يا استاذ توفيق. السلام عليكم. مع السلامه.
الو؟ ايوه يا دوبيه، انا رشاد. هندي عندي وفي حمايتي، ما تحاوليش تدور عليه، واي تصرف منك ناحيه البنت دي انت عارفه هتكون نتيجته ايه. مين دي؟ دي هندي يا جلال، كانت معايا في المستشفى وكانت في السرير اللي جنبي على طول، وتبقى قريبة طنط درية، ودلوقتي الحمد لله خفت وخرجت بالسلامة. وإيه اللي جابها هنا؟ ملهاش حد يا جلال، فهتقعد معانا يومين. ما انت عارف انها صاحبتي قوي، كنت بزورها في المستشفى كتير. وهنا مالجا بقى؟ ما راحتش درية هنا ليه؟ تيجي عندنا احنا ليه؟ جلال جوزي يا هند، اظن بقى تعرفي كان بيجي لي المستشفى كتير قوي. ارجوك بلاش تقولي طنط درية اني هنا. يقول ايه يا هند؟ جلال لا يمكن يتكلم. اصلك ما تعرفيش جلال. امي معايا. امي درية، انا مقلب الدنيا عليكي. يلا هند، هتفضل هنا لحد ما دكتور رشاد يتصرف في الموضوع. هند هتيجي معايا يا توفيق. انا اللي ليا الكلمه الاولى والاخيره هنا. انا راجل البيت يا توفيق. ايه؟ انت راجل البيت؟ ايوه. اوعى تفتكر غياب بابا عن البيت وغيابي انا طول الفتره اللي فاتت دي هيخلي ليك حقوق في البيت ده. انا عايزك تشيل الحكايه دي من دماغك خالص. انا الغربه علمتني حاجات كتيره قوي، اولها ان انا حافظ على كياني وكيان اسرتي. ودلوقتي بقى اتفضل اطلع بره البيت ده. توفيق اطلع بره. توفيق انت اتجننت في حالك. سيبيه يتكلم على راحته. جوزك اللي هو اتجنن في عقله يا هاني، وهو عارف وانا عارف كويس قوي. مفيش داعي للكلام. انا مضطر ابلغ البوليس. انتوا عارفين طبعا ايواء بنت زي دي معناه ايه. انت عارف كويس قوي ان لا انت ولا درية هانم تقدروا تبلغوا البوليس، واللي بيته من الازاز ما يحدفش الناس بالطوب. دلوقتي بقى اطلع بره البيت. توفيق انت ليه بتكلم جلال بالطريقه دي؟ سيبيه. انا ماشي يا توفيق، ماشي، ومش هتشوفه وشي بعد كده. جلال ما تزعلش مني، انا ماليش ذنب. ارجوك يا جلال. جلال ليه توفيق؟ ليه عملت كده؟ كفايه بقى كفايه. اللي اسمه جلال ده ما يدخلش البيت ده مره تانيه. البيت ده ليه كيانه واحترامه، هيجوا السفر على اخر الزمن يتحكموا فينا. سلام يا حبيبي، ما تعرفش انا قد ايه مبسوطه. تعرف بره كانوا كل شويه في اللوكاندا يوقفوني ويسالوني عليك، وكانوا معجبين بيك قوي، بيقولوا لي مش بعيد واحد بكفاءته وذكائه يوصل لمنصب دولي كبير زي ده. فضل الله وليك يا حبيبتي، البركه فيكي. لو سمحت. افتح الشنطة. ودي كمان. المنصورة ممكن بقى؟ اتفضل يا سيادة المنصورة. أنا آسف جدا على الإزعاج، بس لازم آخد هند معايا عشان أطلع بيها على المحامي على طول. اروح معايا توفيق؟ انا حاجه معاكم، يمكن تحتاجوا اي حاجه. يا ريت يكون احسن برضه. بعد اذن حضرتك. مع السلامه. مع السلامه. يعني الله يسلمك. الو. ايوه يا فؤاد، ازيك عامل ايه؟ انا مش عارفه اشكرك ازاي على اللي عملته عشان توفيق. ايه، بهيرة اختي؟ وهي حصل لها ايه؟ نقلوها المستشفى؟ اعمل معروف يا فؤاد، خليك جنبها ما تسيبهاش، وابقى طمني عليها. ارجوك طمني عليها. مع السلامه. في ايه يا ماما؟ ايه اللي حصل؟ خالتك بهيره حصلت لها حادثه وهي في باريس، والعربيه اتدشدشت وهي نقلوها المستشفى. هي كانت عامله حساب اليوم ده، وعارفه كويس قوي
انهم مش هيسيبوها. تعبانة يا فؤاد. فؤاد ما تسيبنيش يا فؤاد. مش هسيبك يا باير. انا ماليش هنا حد غير يا فؤاد. ازاي بقى ما تقوليش كده؟ ليك ربنا سبحانه وتعالى. يا عالم فظيع يا يما. عالم فظيع يا فؤاد. ما تحاوليش تتكلمي الكلام بإجهادك يا باير. فؤاد. نعم. انا عايزه ارجع بلدي. ترجعي بلدك وده وقته. عايز اكون بين اهلي وناس يا فؤاد. وانا مش مكفيكي؟ انت بتعمل كده من باب العطف والشفا. انت قلبك مع مشير يا فؤاد. احنا في ايه ولا في ايه يا بهيره بس؟ ترد يعني الم فظيع الم فظيع مش ممكن يعني. انا سعاده الباشا. الحمد لله على السلامه. اتفضلي يا هاني. الحمد لله على السلامه. وحشتيني وحشتيني. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا مشير. جيتوا امتى؟ امبارح بالليل. شفتوا الشيخ جاب لي ايه؟ جايب لكم شويه هدايا. ايه ما حصلتش يا رب تعجبكم. يا رشا يا حبيبتي احنا في ايه ولا في ايه؟ مش نشوف المصيبه اللي احنا فيها الاول. مصيبه ايه؟ في ايه يا مامي؟ ايه اللي حصل؟ اقعدي يا حبيبتي احكي لك. اتفضلي اتفضلي. كلمي يا مامي. في ايه؟ اصل خالتك بهيره عملت حادثه بالعربيه والعربيه اتدشدشت على الاخر، لكن الحمد لله ربنا نجاها بعجوبه. يا ساتر يا رب. جلال رشاد عملها يا جلال. اتوالس مع توفيق اخو مراتك وخد البنت عنده. بيهددني لو فتحت بقي ولا اتكلمت هيبلغ عني. هيبلغ عن حكايه تزويري في اعلام الوراثه. اعمل ايه يا جلال؟ طبرني. ما هو كده او كده هيبلغ. سواء اتكلمت هيبلغ، ما اتكلمتيش برضه هيبلغ. يعني ايه؟ يعني هو واخد البنت عنده ليه؟ مش عشان يرفع لها دعوه يطعن في اعلام الوراثه. خلاص اتصرفي انت بقى وبلغي البوليس وقولي ان البنت اتخطفت وان الدكتور رشاد هو اللي خطف البنت. تقوم المساله تدخل في سين وجيم وتهتيه شويه. يبقى انا كده اعترفت بوجودها يا فالح وبلغت عن نفسي. حد قالك تعملي العامله المهببه دي من الاول؟ انا بسالك اعمل ايه؟ تقولي عامله مهببه وعامله مش مهببه؟ يا ريتني طوعتك يا دكتور رشاد. يا ريتني طوعتك. طوعتيه؟ طوعتيه على ايه؟ كنت اتجوزته وامنت من شره. عشان ياخد فلوسك ويستولي على المستشفى مش كده؟ ضحكتني. لو انت اللي مش ناوي تاخد فلوسي طب اتجوزتني ليه؟ اتجوزتني على مراتك ليه؟ ها؟ مش اما ملقاش في فايده لا فيها ولا في عيلتها؟ قدرت عليا انا؟ لو انت فاهم انا مش فاهمه حاجه. انا ما اسمحلكيش تتكلمي معايا بالطريقه دي. انت فاهمه؟ لا خوفتني. انا دلوقتي بقى خفت واترعبت. لا راجل 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 من ظهر راجل يا سبعي. شوف يا جلال، هو ما فيش غير حل واحد. انت تروح لمراتك وتقول لها لو توفيق ده ما رجعش عن اللي بيعمله انك هتطلقها. طلقها؟ الله، انت نفسك مش قلت انك زهقت وعايز تخلص منها؟ اهي الحكايه لو نفعت تبقى خدمتني خدمه عمر، ولو ما نفعتش يبقى اهو اتخلصت منها. انت متصوره ان نوها ليها كلمه على اخوها توفيق؟ ده من ساعه ما رجع وهو طايح في الخلق وملوش كبير. انت فاكره يوم ما شديت معاه علشان حكايه هند دي قال لي ايه؟ قال لي اتفضل اخرج بره الفيلا. قال لك كده؟ ايوه قال لي كده. ومراتك سكتت على الكلام ده؟ هي خلصت منه؟ ده نزل فيها توبيخ وما خللهاش. الست اتلهت على عينيها ومش عارفه تعمل ايه. غريبه. امال زمان ما كانش حد قادر عليها ليه؟ كانت متفرعنه وفارده جناحتها وما كانش بتستحمل عليك كلمه. ايه اللي حصل؟ مش عارف. انا نفسي متحير. ازاي سابته يتصرف كده وساكت؟ طب ما تدور وشوف ايه اللي غيرك. لا تكون لافت على غيرك. انت بتقولي ايه؟ نوه هتلوف على غيري؟ هي دي حد يقبلها؟ مش بس انا اللي اتضحك عليا. طيب يا فالح، يبقى بقى تنزل تروح تقول لها الكلمتين اللي انا قلتهم لك دول. لو لسه شرياك يبقى هتخلي اخوها يرجع عن اللي في دماغه. انا نازل. جلال بيت النادي معاها يا جلال. وطيب خاطرها بكلمتين واديها شويه حنيه. جلال الموقف كله في ايدك وفي ايدها. اقف جنبي يا جلال. اوعى تتخلي عنها. يخلصك يا جلال يحط الحديد في ايديا. مراتك حبيبتك يحط الحديد في ايديها. Thank you.
مراتي وحبيبتي كلام ملوش اي معنى. انت عمر الحب ما عرف قلبك يا جلال، لا ناحيه نهى ولا ناحيه دريه. الاتنين خدتهم سلم عشان توصل لاغراضك ووصلت. انت ردت برا الفيلا اللي كان املك تسيطر على اللي فيها وتبقى سيدها، سيد الفيلا كلها. جل اقوى منك وطردك منها. صعلوك، مجرد صعلوك بيتسكع في الشوارع مش لاقي اي مكان يتويه. جلال اتجوز درية؟ ايوه بابا. واختك نهى يا ابني عرفت؟ عرفت بس مش مصدقها طبعا. طبعا درية زورت في اعلام الوراثة بتاع جوزها السابق علشان تحرم بنته من المراس. ايوه بابا تصور حضرتك. وانت خدت البنت وخبتها عندنا في الفيلا. بس بدافع انساني، وبعد كده الدكتور رشاد جه واخدها عنده. البنت دي يا ابني ما كانش لازم تقعد في الفيلا، سيادتك اتصرفت غلط يا توفيق. يا بابا البنت دي لجأت لينا علشان نحميها، وطبعا ما كنتش اقدر اغزلها. وبعدين انا حطيت نفسي مكان حضرتك بالظبط، وقلت لنفسي لو كان حضرتك موجود كنت هتصرف ازاي؟ اكيد كنت هتصرف زي ما انا صرفت. وبعدين حضرتك قبل ما تبقى قاضي فانت انسان. ما علينا، كويس ان البنت دي مشت. خلينا في موضوع نهى وجلال. اللي حصل ده يا ابني كله كان متوقع. انا ما كنتش موافق على الجوازه دي من اصله، لكن امك هي اللي صممت. الجدع اللي اسمه جلال ده لازم يجي هنا ويقابلني. ازاي بقى بابا؟ مش ممكن طبعا، احنا خلاص ما بقاش لنا اي حكم عليه. وبعدين انا طردته بره الفيلا. يبقى اتصرفت غلط، ما عملتش اي حساب لاختك يا ابني. يا بابا لو حضرتك كنت مكاني ما تعملش اي حاجه، ما تتصرفش، انا يا ابني اللي هتصرف. يا قمر عاشق مدار وسمائي واسعه دار، خليك ماشي في طريق